مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وقضية أخرى من قضايا مافيا العقارات بمدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال تبعتوا معنا القضايا اللي تبعتهم واللي سلطت عليهم الأضواء قناة شوف تي في فيما يخص مافيا العقارات. كاين فيهم اللي راه في السجن وكاين فيهم اللي راه تحكم وكاين اللي باقي ما تحكمش في عدة قضايا للأسف الشديد اللي كيمشي الضحية ديالها هو المواطن المغربي اللي بطبيعة الحال كيتيق في هذوك الناس وكيعطي الفلوس ديالو. أي واحد فينا الحلم ديالو أنه يدير كيف ما كنقولوا قبر الحياة، أنه يدير واحد السكينة أو أنه يدير واحد البقعة يبني فيها أو لأنه يدير واحد محل تجاري، ولكن للأسف الشديد بعض الأحيان كطيح في ناس ما تيخافوش الله وما عندهمش الذمم. اليوم قدام واحد القضية خطيرة جدا 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 ولربما ساكنات مدينة الدار البيضاء إلا سمعوها غادي يتصدموا، لأن ملي سمعنا هذه القضية حنا تصدمنا. شارع القدس بمدينة الدار البيضاء ومن لا يعرفوه في الآونة الأخيرة، يعني الناس كلها اللي بغات تشري واحد الشقق اللي هي كنقولوا حنا المويان ستاندينغ أو الهوت ستاندينغ، كنعرفوا أنه ولات واحد المنطقة راقية شارع القدس اللي ما فيه حي الشريفة وزيد وزيد، الناس شرات هنا بمبالغ، كاين اللي شرب مبالغ كبيرة كاين اللي شرب مبالغ اللي هي معقولة. للأسف الشديد حسب ما توصلت ليه قناة شوف تي في من يعني عندنا وثائق وعندنا حتى الناس اللي غاديين يصرحوا لنا طبيعة الحال بدون ذكر الأسماء، ما نقدرش نذكروا الأسماء، أن كل شيء هذا الشيء مبيوع بطريقة غير قانونية، أن الناس اللي شراوا شراوا بطريقة غير قانونية، أن أي واحد عطى فلوسه راه بحال كب الماء في الرملة، أن هذه الأراضي كلهم عندهم ملاك اللي هما أكثر من 600 شخص اللي ما عندهمش علم ان هاد الاراضي تباعوا وباعهم شخص واحد اللي استولى عليهم ودا ملايير ديال السنتيمات. نبداو مع انت اصغرهم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا منخرط في الشركه سميتها شركه مدنيه العقاريه لوجيمو تعاونيه، هي كانت كوبيراتيف، هي كوبيراتيف، هي سوسيتي سيفيل. شريت العقار ديال الوعاء العقاري ديال 12 هكتار. عدد المنخرطين كان في البدايه 941، اخر جمع عام دار في 1995. الجمعيه باش نذكروا المشاهدين انها دارت في 1979 تشرى الوعاء العقاري ديالها. اللي كتشوفوا فيهم الله يطول لينا في عمرهم كانوا من المنخرطين ديال الجمعيه في 1979. اخر جمع عام دار في 1995، تعين فيه واحد المكتب، في مكتب التسيير ومكتب مراقبه. مكتب التسيير فيه 3 الاشخاص ومكتب المراقبه فيه 6 ديال الاشخاص، على اساس انه هذا المكتب مكتب المراقبه يديروا تسيير جماعي، واشترط عليهم الجمع العام لانه كان واحد الخروقات قبل وكانوا دخلوا الحبس المكتب المسير اللي السابق. يعني الناس بحال قلتي وعاو، قالوا حنا غادي نديروا 9 ديال التوقيعات، يعني اي وثيقه اللي غتصدر فيها هذه الشركه هذه خصها تحمل 9 ديال التوقيعات باش ما يتسماش غير واحد اللي كيتلاعب بالناس، ما يمكنش هو اللي يتحكم في المصير ديال هاد الناس. فعلا في هذا الاخر، في هذا الجمع العام الاخير اشترطوا انه تكمل الناس يكملوا فلوس التجهيز وفلوس ديال شراء الارض. فعلا 341 اللي ما قدرتش تادي، بقات غير 600، والمكتب بقى كيتماطل في انجاز المشروع، بقى كيتماطل في انجاز هذا المشروع هذا لسنه 2021. دابا المشروع كتشوفوه هو هذا، يعني يعني تقريبا كيخسر الطبيعه ديال هذه المنطقه، هذه منطقه راقيه، منطقه عين الشق حي كاليفورنيا. الا لاحظتي البنايات غير مكتمله، الا لاحظتي هذه البنايات راه ما عندهمش هو الوعاء العقاري تيتر فونسي، ولكن هاد الشقق كلهم ما عندهمش وثيقه قانونيه، حتى واحد فيهم ما شاري عبر عن طريق نوتير، ما كاينش بيرمي دابيتي. دابا لدرجه انه هاد العمارات اللي تبنوا مؤخرا ليديك رفضت انها تسلم تعطيهم ربط بالشبكه ديال الماء والكهرباء، تطبيقا المذكره الوزاريه ديال السيد وزير الداخليه اللي اشترط، وهذا مذكره كنشكروا عليها، اشترط بيرمي دابيتي. يعني هذا بيرمي دابيتي كيعني بان هاد الشقق صالحه للسكن. ولكن اسمح لي، وهاد الناس هادو كيفاش قدروا انهم يشريوا بهذه الطريقه اللي غير قانونيه؟ ما مشاوش على طريق نوتير، علاش؟ دابا هي دابا اش نقول لك، دابا عاوتا حنا كنشكروك عليك انك جيتي لبيتي النداء ديالنا باش نوعيو بعض الناس مساكن. كاين اللي دابا كيجي كيشوف المشروع، كيجي واحد كيكذب عليه، كيقول لي راه هنا تقريبا الا جيتي لدار الضريبه كتلقى الثمن المتراج 18 درهم، يعني 18000، كتجي كتلقى انت شقه ب 50 مليون. ونورمالمون هي كتسوى 180 مليون او 160. يعني بحال كتحسبها بحال 8000 درهم المتر ولا هذه، كتقول هذه هوته. كتقول شريت الهمزه. شريتي الهمزه بدون ما تلتجأ للقانون، بدون ما تلتجأ للامور القانونيه اللي عن طريق اللي يضمن لك المسائل ديالك بحال الموثق،
او العدل او للناس اللي عندهم اختصاص باش انه يديروا التوثيق. كتجي كتشري، حنا دابا التجئنا ليكم باش نوعيو هاد الناس اللي مازال باقي باغي يشري، نقولوا لهم بانه هاد الارض هاد راه ديال مواليها، هاد الوعاء العقاري ديال 12 هكتار راه ديال مواليها، وان هاد المكتب المسير ومكتب المراقبه راه بقى فيه مجموعه من الاشخاص، واحد في مكتب التسيير وشي ربعه في مكتب المراقبه، ولكن هو شخص واحد هو اللي كيقوم بهذه الخروقات، هو اللي كيقوم بهذه الخروقات، هو اللي عنده الصلاحيه، هو اللي كيقوم بهذه الخروقات. تقريبا هو ما عنده لا صفه ولا تكليف. شحال تقريبا دا ديال المبالغ؟ تقريبا مبالغ كثيره، ملايير ديال الصرف، ملايير كثيره. دابا المحل التجاريه هنا في شارع القدس الناس شراوهم لحد الان، دابا مده 4 سنين لحد الان العماله كترفض ان تعطيهم رخص ديال الاستغلال التجاري، رخصه تجاريه، لانه ما عندهمش وثيقه قانونيه كتثبت الملكيه ديالهم هاد المحلات التجاريه. كلشي راه خطير جدا والناس ما عارفينوش. الحاج السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انت من المنخرطين الاولين في 1980، شهر 10 1980. تبارك الله وصلى على النبي ما شاء الله. وكنا شرينا على اساس فيلا انديفيديال ب 8 مليون ونص، وبقاو كيتماطلو كيتماطلو حتى غيروا البلان ديال 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 الحي. قالوا لنا غادي نبنيو لكم العمارات، دار الجمع العام صدقنا على البني ديال العمارات، ومن بعد المصادقه داروا تكلفه شحال باش غادي يطيح الدار، داروا لنا العمليه الحسابيه، الدار غادي تطيح ب 14 مليون. فائده به فائده منين بدا بدا البني. لصالح من كنتو غتبيعوا هاد الديور الحاج؟ نعم لصالح من؟ لا احنا منخرطين فقط المنخرط. شحال نتوما من واحد تقريبا كنتو؟ كنا 941 واحد اللي كنا. دابا المكتب منين دار الجمع العام، المكتب اللي انتخبناه حتى هما منخرطين بحالنا، ماشي موالين الشيء، حتى هما منخرطين بحالنا وما عندهم الصلاحيه يبيعوا، وكانوا داروا الدراسات ديال البني شحال باش غادي يطلع، باش غادي يطلع الشقه لكل واحد، داروا ثمن استيماسيون كما كيقولوا 14 مليون باش والسوارت في يديك. فإذا به تفاجئنا منين وجد الشطر الاول، وانا من واحد منهم اللي استفدت من الشطر الاول، عيطوا علينا 104 ديال الناس اللي استفدوا في الشطر الاول. قالوا لنا حكا داك الثمن اللي قلنا لكم في الاول راه ما كاينش منه، ما بقاش. قالوا لنا 26 مليون ونص باش اللي غتخلصوا. اييه. وفي الاول رفضنا، ولكن في الاخر لقينا خلصنا رزقنا غادي يمشي لينا. كملنا لهم ديك 26 مليون، وفي الاخر منين عطاونا السوارت بداو كيستغلوا فينا بالضوء ديال المقاول، سكن او لا ما تسكنش تخلص 4000 ريال في الشهر بزمنك، خلصها ولا ما تخلص، يعني ردوا المشروع ديالهم. فاذا به مع طول ديال المده ديال السنين الناس بداو كتكبر عينيهم، بداو كيبيعوا الاراضي. لا ما تنشوفوش هنا ما كاينينش فقط دي زابارتمون، ولكن كاينين حتى الديور، يعني هنا مخلطه شقق ودي زابارتمون. المهم من طمعوا، طمعوا اكثر من القياس، شافوا ان السوق هنا غلات، وان طلع الثمن ديال 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 السوق، ولاو كيبيعوا للبراني. وكنا كانت قال في الجمع العام ديال 95 باللي الفائض ما يتباع حتى يسكنوا الناس كاملين، حتى يسكنوا الناس كاملين. فاذا به بداو كيبيعوا شويه بشويه، منين تبناو المكازات، منين تبناو المكازات وتبناو السفليات وداك الشيء، ولاو قالوا غير بعضياتهم كيبيعوا السفليات للبراني، وهما راه ديالهم مواليهم. هادشي بدون علم اصحاب، بدون استشاره اي واحد من المنخرطين. دابا استفدتي انت الحاج بديك الشقه 26 مليون. 26 مليون. والحاج استفدتي؟ استفدت مؤخرا، يعني من 1979 عندك عندك البطاقه. يا سلام 1980 الى الان. وانا شريك في هذه الشركه ديال فيها، كانوا فيها ثلاثه الاعضاء الاولين، هذوك دانهم مشاو بحالتهم، درنا مكتب اخر استولى على المشروع كيلعب فيه كيبغى، قسم كاين تيتر دو تيتر مير اللي كاينين قسموهم. يعني انت 41 سنه وانت منخرط، يلاه استفدتي هذا العام. يلاه عطوني الشقه عاريه بدون وثيقه، بدون وثيقه، لا وثيقه بلا ولد، ما كاين لا 41 سنه، لا حول ولا قوه الا بالله. الدوله ما ليتك لا خلي عندي هذه البطاقه، هي ديال شحال فيها من متر؟ فيها 345 متر. الشقه ديالك؟ الشقه عندي فيها 117. هنا نيت هنا. وعلاش عطلوك هذا الوقت كامل 41 يموت اللي يموت ويعيش اللي يعيش؟ قال لك ما قسموا هذاك، شدوا التيترات بجوج قسموهم، داروا فيهم خمسه ليزاديتيف، لاديتيف واحد، لاديتيف جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، في هذا المشروع ككل 11 هكتار. تا هو من خمسه؟
ها أه؟ اللي جات في لاديتيف خمسه. انا جات لاديتيف عندنا في الطبق لاديتيف واحد الطبقه الاولى. نشرح لك استاذ هذه المساله هذه. اييه دابا مساله لي زاديتيف دابا سميت منخرط. كل مجموعه من المنخرطين نورمالمون خصهم يداروا عند المحافظه العقاريه. حنا ملي مشينا للمحافظه العقاريه ومشينا لدوسي سبيسيال حتى انا كنشتغل في هذا المسائل التوثيق، لقينا بانه الشركه معترفه غير ب 166 فرد. ما تبقى علاش ما بغاوش يعترفوا بالناس كاملين؟ لانهم داروا اسهم وهميه. دابا حنا العدد ديالنا كمنخرطين ما عارفينوش. المهم دابا هذا الشيء كله فيه النصب وفيه الاحتيال وفيه شكايه قدمتوها للسلطات المعنيه. الوكيل قدمنا الشكايه كنشكروه جزيل الشكر لانه كون ما كانش هذا الشيء ما غاديش يتوقف. دابا نورمالمون بداو كينقصوا شويه هاد البيوعات. دابا شنو هو المصير ديال هاد الناس اللي شراو؟ المصير ديال هاد الناس لا يعذر احد بجهل للقانون. الدوله دارت المحافظه العقاريه لاجل اشهار الدوسي ديال لوجيمو راه معروف عند في المحافظه العقاريه. الناس كيقول لك واحد المثال الطماع كيقضي عليه الكذاب. دابا حنا اللي خفنا منه هو نطيحوا في مواجهه مع هاد الناس اللي شراو اللي دخلوا المنخرطين ما نسمحوش بحقنا. وحتى الناس ملاك ديال الارض قدموا شكايه معك. طبيعة الحال راه كاينه شكايه فيها 122 منخرط، كاينه شكايه فيها 6، كاينه فيها 36، مجموعه من الشكايات كاينه محطوطه هنا. هي نسخه من الشكايه نجبدها لك الاستاذه. ها هي 122 واحد. نعم هذيك السيد وكيل المحكمه. تبارك الله عليك اخويا، غنختموا معكم هذا المباشر اللي كنتمناو اننا نكونوا وصلنا فيه الرساله واضحه هنا بمدينه الدار البيضاء في منطقه من ارقى المناطق بمدينه الدار البيضاء. اي واحد هنا بمدينه الدار البيضاء كيتمنى انه يسكن هنا بحكم انها واحد المنطقه هادئه نقيه راقيه، معروفه ان فيها لي زابارتمون ديال مويان ستاندينغ والهوت ستاندينغ، فيها دي فيلا، فيها يعني ديور اللي كيدلي بناء على الذوق ديالو. ولكن للاسف الشديد الحقيقه اللي عرفناها اليوم ان هذا الشيء كله تباع بطريقه غير قانونيه، ان الناس اللي شرات معرضه في اي لحظه انها يجيها الحكم بالافراغ. الى ذلك الحين مشاهدي قناه شوف تيفي غنختموا معكم هذا المباشر على امل اننا نتلاقوكم في مباشر اخر باذن الله.